انا داليا النهارده جيت لكم بالكبسولات اعاده التعبئه. بس يلا قبل ما نبدا ونشوفها، يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصلكم كل جديد مني. يلا بينا. دلوقتي هقول لك تعملي ايه لو الاله دي موجوده عندك وانتي مش عايزه تتكلفي في الكبسولات وعايزه توفري في الكبسولات اللي هي بتستخدميها. كل الكبسولات دي بتستخدميها مع الاله ديت. طيب انا عايزه اوفر كل الكبسولات دي ومش عايزه عايزه اشوف حل ان انا استخدمها ك يعني توفر لي. طب تعالي عشان توفر لك. على فكره الكبسولات دي اعاده التعبئه حلوه جدا جدا للمكنه للاله دي، بتوفر معاكي. يلا نبدا. عبيت القهوه وضغطتها وكبست. المرة دي استخدمت القهوة دي، استخدمت النوع ده. اوكي، هستخدم النوع دوت عشان انا طحناه. انت تقدر تستخدمي اي نوع تحبيه، بس انا المرة دي مستخدمة ده وكبستها. وهو هبدأ احطها دلوقتي. هجيب الفتحة دي في الاتجاه ده. ليه؟ عشان السن بتاع الدبوس بتاع المكنة يدخل في الفتحة دي وتبدأ تنزل لي قهوة. دلوقتي يلا هبدأ. حلوه، يعني شايفه ان اللي اعاده التعبئه بالنسبه لي كويسه لما بستخدمها في النوع ده، بتبقى حلوه جدا، ما فيهاش اي حاجه زي اي قهوه بره، برضو بتطلع لي رغوه وكل حاجه. ودلوقتي هبدا اشيلها. كبسوله اعاده التعبئه حلوه جدا، بس انا بعملها قليله، ميه قليله. لو انت عايزه تكتري الميه كتري. كانت في واحده سالتني وقالت لي على الحليب البودر ان هي تعمله كبسوله او تحطه في مكنه متعدده الاستخدامات ككبسوله حليب. انا بقول لك ينفع، بس لما بتحطي الحليب بيكون الحليب قليل، معلقتين ما بيكفوش. دي كبسوله حليب. هو بيحط الحليب بودر هنا. عايزه اقول لك ان الكبسوله دي بتبقى خفيفه برضو، يعني ما بتكونش قويه بالنسبه انك انت تحطي حليب يكون حلو ومركز. فعايز تستخدمي كبسوله الحليب استخدميها، بس وانت بتستخدمي اعرفي ان هتيجي الكبسوله خفيفه برضو، وهنا هتيجي خفيفه برضو. ليه؟ لان الكبسوله قليله. وبرضو هعملها لك، يعني هعمل لك التجربه برضو قدامك. هقول لك ان دي برضو بتكون يعني بتنزل. على فكره دي لما بعملها كلها بتبقى برضو فيها حاجات مكلكعه جوه، اللبن بيبقى مكلكع. فانا بنصحك ان يعني لو انت حابه تعملي كبسوله لبن اوكي اعمليها، بس لو ما فيش داعي ممكن نعملها بطريقه تانية ويكون اللبن مركز. وانت لو مش مشكله عندك اللبن يكون مركز ويكون القهوه هي اللي مركزه، خلاص اعملي كبسوله لبن بس. وانت بتحطي اللبن خليه يبقى كده، يعني مش مضغوط. نجربها مع بعض. هجيب الكبسوله بتاعت الحليب. لو انا عايزه اعمل حليب هجيب الكبسوله واحط فيها الحليب. لو عايزه يعني تستخدمي الكبسولات بتاعه الحليب. هنجيب القهوه، القهوه بتدبسيها وبتدوسي عليها كويس قوي. اول حاجه بحط كبسوله الحليب. اوكي، عبيتها، بحطها نفس الحتة دي عشان المكنة ما تبص.
واستنى عليها. احط بتاعه القهوه وارجع احطها بنفس الطريقه عشان ما نبوظ الدنيا. انا هقول لك تعملي ايه باسهل طريقه عشان اللبن يطلع حلو وتقيل وكويس، وتشربي كوبايه من القهوه حلوه وكويسه. وهتبداي تقلبي الحليب بس كده، مفيش داعي ان انا احط كبسوله الحليب هنا. ليه؟ لان الحليب لو حطيتيه في الكبسوله هيكلكع. دلوقتي انا هكبس القهوه وهحطها هنا بسرعه، ولازم احطه عند الفتحه بالظبط. لو بعمل اللبن لوحده هيطلع بالشكل ده، لبن بعمله لوحده زي الاول وبحط عليه القهوه. ده لو بعمل كبسولتين متعددين الاستخدام وحاطه اللبن هنا، وغالبا اللبن كله ما بينزلش، بتكون القهوه هي اللي مركزه اكتر عشان انتي ما حطيتيش اللبن الكفايه. اوكي، ده استخدمت الاثنين اللبن واللي هي مش لبن. طيب تعالي نقارن انهي كوبايه احلى. انا هقولك الكوبايه دي زي الكوبايه دي اللي هي بالكبسولتين. ليه؟ لاني لما اجي بقى بحط السكر واقلبها بتبقى بالشكل ده نفسها. طب دي بقى غامقه وما فيهاش اي لبن. تعملي كبسوله حليب وكبسوله قهوه هتبقى غامقه بالطريقه دي. هتستخدمي الكبسولات الاتنين زي ما انا استخدمت دلوقتي، اما بتتقلب ما بتبقاش بالشكل ده لان انت بتقلبي كله على بعضه، فبتبقى بالمنظر ده والمنظر ده. فانا بقول لك لو عايز تشربي كوبايه زي دي هتبقى زي دي وزي دي. دي نصايح ليكم في القهوه متعدده الاستخدامات. انا بصراحه عملت كل حاجة وجربت كل شيء، واديتكم في آخر حاجة النصيحة الصح. وأي حاجة وأي استفسار عايزينها يبقوا اسألوني في التعليقات، وأنا على أتم استعداد إني أنا أرد على أي حد. في النهاية اللي لسه أول مرة يشوفني ياريت يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. مع السلامة.